السلام عليكم شباب. فيديو اليوم هو عن فد مشكلة صغيرونة تصير ويا كل لاعب كمال أجسام، والمشكلة هي الألم المزعج اللي يصير بعظم الساعد. وهذا الألم اللي هو فد شيء كلش قوي، وما أدري عن نقولها عندي إصابة، ويمنعك من تمرين الكيل حتى تطور البايسس مالتك. فاليوم أنا هنا موجود حتى أفهمك هذا الألم من شنو جاي وشنو سببه وشون تقدر تعالجه. نجي أول مرة على السبب اللي دا يصير عندك، هو إنه البايسس مالتك دا تكون أقوى من عضلة الساعد مالتك، والوزن اللي دا تشيله أنت ما دا يتحمله العظم العظمتين اللي موجودة بالساعد مالتك، فلذلك دا يصير أكو في الضغط هنا رهيب، وهذا الضغط شوي راح يكون يأذيك. مشكلة الأخوة اللي هي إنه ساعد ما تكون ضعيف وبنفس الوقت ما متوازن. فاللي راح نسويه راح إنه أول شغلة اتذكر بأنه لازم تخفف شوية تمرينك. فأول شغلة ويانا بأنه من تتمرن تمرين بايسبس متاخذ كيل شوية خفف أوزانك، لا تخاف، ما راح تصغر عضلتك، ما راح تروح قوتك، كل اللي دا تسوي انت مجرد بس تخفف اللود على الساعد مالتك حتى بعدين ان شاء الله تقدر ترجع لاوزانك الطبيعيه. الشغله الثانيه راح نقوي عضله الساعد حتى تبدي العضله اللي تشيل اللود، خلينا نقول، ومو العظم اللي يصير عليه اللود كليته. فاللي راح نسويه راح نتجنب الساعد انه اللي نحط على المصطبه، نحط ايدك على المصطبه وتحط ايدك على ركبك، راح ناخذ امور انه اريح على المفصل واريح على العظم حتى ما يكون ذاك الضغط على العظم، حتى يرتاح، حتى العظم يصلح نفسه انه يكون اقوى حتى بعدين من تتمرن تتمرن بشكل طبيعي. فالتمرين اللي راح ناخذه التمرين الساعد بشكل عام، تمرين كلش احبه اني واللي هو التمرين الساعد البار خلف الظهر اللي إذا تشوفه تحاليل هسه على الشاشة. السبب بأنه أنا أحب هذا التمرين بأنه ضغط أقل على المعصم، ضغط أقل على العظم نفسه، وبنفس الوقت تقدر تعامل الأوزان أكثر، وفد يعني تمرين كلش حلو يبني لك ينطيك فد ضخامة حلوة بالساعد. فهذا راح نسوي. وبالمناسبة أذكر أن كانت عندي هاي المشكلة، جيت أذكر بين سيت وسيت إنه من عندي يكون تمرين كيل بار، بين سيت وسيت آخذ هذا التمرين. زين، يعني قبل لا ابدي اخذ سيت تمرين انا اخذ قبله بنفس الوزن اللي راح اتمرن بكيل، اخذ بساعد واروح اتمرن كيل مالتي، اشوف عليه انه تكون ايدي مرتاحه اكثر. وطبعا باسبوع راح من عندي الوجع، والحمد لله بعد ابد ما رجع عندي. فمثل ما قلت تتمرن هذا التمرين فشي حلو، تقدر تتمرن على 4 سيتات على 10 دفعات 12 دفعه، لكن اهتم للحركه، راح ارجع اشوفك الفيديو. اهتم الحركة بأنه اللي دا أسويه أنا دا أصعد أعصر الساعد مالتي قد ما عندي وأوقف، تشوف إنه أنا أوقف دا أوقف الثانية شيء معينة، بعدين يلا أنزل، ومن نزل علي كيفي، ما أنزل كبر هذا خلي الجاذبية تنزل الموضوع، لا أنا أسيطر عليها حتى العضلة تتطور. فهذا أول تمرين ويانا. التمرين الثاني هو راح نسوي موازنة، اللي احنا قلنا انه هاي العضلات بتكون مو بقد هاي العضلات، اللي يصير اكو خلل بالموضوع، فراح نمرن العضلات المقلوبة او الامامية. فاللي راح نتمرنه هو ساعد بار مقلوب بالضبط مثل اللي دا تشوفه. طبعا انه هاي العضلات راح تكون شوية اضعف من العضلات الموازية لها، بانه الوزن مالتك راح يكون اقل، واحنا معظم اللاعب عندنا انه تكون هاي العضلات عنده ضعيفة لأن ما يتمرنها، فيعني لا تهتم للوزن. هذا اللي أريد أقوله، أتذكر بأنه بس مجرد تاخذ التمرين أنت هدفك تقوي العضلات قبل لا تفكر أنه تضخمها. فأرجع مرة أخرى 4 سيتات على 10 إلى 12 دفعة، هذا اللي راح تسويه. بالنهاية عاد راح نبقى نسوي فد شغلة للعضلات العميقة، العضلات اللي مكلبة بالأصابع نفسها. فالتمرين أنا شفته أنه فادني كلش، واللي هو هذا اللي اذا تشوفه انت على الشاشه، مجرد راح اجيب لاستيك، ممكن تجيب كيتر مال شعر، ممكن تجيب اي شيء مطاط ينطيك مقاومه. وطبعا كل ما تزيد عدد اللاستيكات كل ما راح تزيد عدد مقاومتك. بس انا دا استعمل 3 لاستيكات مجرد بس مقاومه، واللي دا اسوي انه دا افتح ايدي بهذا الشكل، تخيل انه خلينا نقول ورده ودا تفتح بهذا الشكل، وعلى كيف انا دا ارجعها افتح وعلى كيف دا ارجع. فاللي دا اسوي دا اقوي العضلات اللي مرتبطه بالاصابع، حتى ارجع اقول لك انه تسوي هالموازنه
بين هاي العضلات وهاي العضلات، بين هاي العضلات وبين هاي العضلات. فهذا اللي راح تسويه، فارجع وعيها عليك، خفف اللود مالتك، تمرن ساعد خلف الضغط، تمرن ساعد المقلوب، وتمرن هاي التمارين اللي التمارين اللي قلت لك عليها باللاستيك. فهذني ثلاث شغلات، هذني الامور تحتاج تسويها، تحتاج تهتم بيها اذا تريد صحة مفصلك. وارجع واذكرك بانه خلي الاوزان ما تنقص بالكير، لا تظل تفكر بالغرور وهذا شلون تضع تنزل اوزان مالتي، مو مشكلة، خل تنزل عزل ما تروح قوتي، عزل ما تصغر البايسبس شوية، هي كليتها وشدتها اسبوع بالزايد 10 ايام، تحملها ولا تصير عندك اصابة مزمنة، ولا يصير عندك لا سمح الله فطر او فدرال او اي شيء بالعظم نفسه، وبعدين تبدي تعاني، واحتمال اصلا يجوز ما تقدر تتمرن ولا تقدر تطور لحياتك كليتها. فعوف غرورك على صفحة، فكر بصحتك قبل لا تفكر بكبر عضلاتك او كبر جسمك. فعلى العموم تعبت، على العموم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو، تسوي له شير لجماعتك خليه يستفادون. وبالمناسبة طبعا هاي التمارين هي مو بس علاج، تقدر تسويها في شي وقاية انه على الاقل ما تصير عندك هذا الموضوع. فكان وياكم فقط، تابعوني ان شاء الله اكيد بالفيديوهات الجاية.